الفريق يعود إلى الجنوب الجزائري مرة أخرى في مغامرة جديدة، حالة جديدة وولاية أخرى. فتجارب الجنوب السابقة شجعت للعودة لواحات تبكرتي الجميلة. السلامة، واش راك خويا؟ لاباس؟ مرحبا بك خويا، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. تفضل خويا، تفضل. لاباس عليك. مهدي، انا دونجي كبير صاحبي. دونجي كبير، اخر دونجي كبير خويا يا زيد. شد وش راح دير؟ واش راك مهدي؟ والله إلا باش الحمد لله. صحيحة برك. قناعة ديالك يا مهدي. يا هذا ما كانش. قناعة ديالك الحمد لله. الحمد ربي بزاف. وراي الزوجة تاعك؟ هاي هنا. هاي طلع صاحبي. هاي غرفة. هادي بيت تاعكم. هادي ما تعرف البيوت. السلام عليكم مدام مشركي. لاباس عليك مليحة؟ لاباس. الحمد لله. هادية؟ هادي نحطم فيها حبيجاتنا بيتنا ونربطو في البيت تمنين. بيت فيها الحواش. فيها القش. يا إله يا إله يا إله يا إله يا إله. هادي ديك الجاعة. الله المستعان. وهنا هذه البيت اللي نرقدوا فيها فيها حويجاتنا. تفضل تفضل. شحال عندكم ساكنين هكذا؟ انا في العام. عام انتما؟ عام. وقبل؟ قبل كانت مايش هكا، كانت حالة الله يشوفك فيها. لا دار لا. ما كانش عندكم دار؟ ما كانش عندنا دار. سمعت دار جديدة؟ دار جديدة. قبل كانت ترنيت. ترنيت.